تم الاتفاق خلال جلسة جمعت أمس بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الاحترازية بالبنك المركزي على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 24 و2000، وإلزام البنوك انطلاقا من سنة 25 و2000 بعدم إقرار زيادات في تعرفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي. وصرح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الجلسة خصصت للتباحث حول الخدمات البنكية وتشكية الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، والتي ورغم غلقها تواصل البنوك توظيف عمولات عليها، بالإضافة إلى الارتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة وضرورة توفر الشفافية بين الحرفاء والبنوك. وأوضح الرياحي أنه تم الحسم خلال الجلسة في مسألة الحسابات المجمدة بنسبة 90%، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين جمدت حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي، وأشار إلى أنه ستتم دراسة الوضعيات حالة بحالة حتى يتمكن الحرفاء من التمتع بقروض رغم تجميد الحسابات بعد أن كان هذا الأمر ممنوعا في السابق، مضيفا أنه سيتم حاليا العمل على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها. كما وقع الاتفاق وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرسا توضيحيا يتضمن الشفرة والمرجع وتعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل. وأفضى الاجتماع أيضا إلى الاتفاق حول بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي وإحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقق من تطبيق الإجراءات الجديدة، علاوة على بعث مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع الحرفاء. وكان المجلس البنكي والمالي أعلن في 8 فبراير 2024 أنه سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الانتفاع بمراجعة نحو انخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات، وذلك على مدى سنة. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى ضرورة الإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة، والتي لا تزال في مرحلة نقاش على مستوى مجلس نواب الشعب.